والآن مشاهدينا ننتقل إلى على مستوى السلع، فقد سيطر اللون الأحمر على أسعار الطاقة بينما ارتفعت المعادن النفيسة والعملات الرقمية أيضا. وهبطت أسعار النفط بنسبة 0.17% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت بنسبة 82 دولارا و89 سنتا للبرميل الواحد. وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين صدور بيانات رسمية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة، وذلك بعدما أشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي إلى زيادة المخزونات خلال الأسبوع الماضي في دلالة على تباطؤ الطلب. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة 25% عند 2039 دولارا للوقية. وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس مع استيعاب المستثمرين للمعلومات الواردة في محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية يناير، والتي أشارت إلى مخاوف صناع السياسة النقدية بشأن مخاطر خفض الفائدة في وقت مبكر. وعلى صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية اليوم، وصعدت عملة البيتكوين بنسبة 1.20% لتغلق عند مستوى 51632 دولارا. وارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم مع تفوق أداء الإيثيريوم على نظرتها للبيتكوين قبيل صدور البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة الأمريكية.